ازيك؟ الحمد لله يا محمد. ازاي؟ اخباركوا ايه؟ تمام الحمد لله. المدرسه ايه؟ زي الفل، يا ريت كل المدارس تبقى كده. طيب صباح الخير. صباح النور. ازيكم؟ الحمد لله. ينفع اطلب منك طلب؟ ايه. ينفع تحضني؟ احضنك يا حبيبي، تعال. ده يوم جميل جدا، متشكرين. لا متشكرين صحيح. طب خليني اقول لكم حاجه جميله كده، ان انا يعني بكل الحب والله بشكركم على الجهد اللي انتم بتعملوه، والحقيقه ده حاجه تشرف وتفرح ان شباب مصر، يعني دي تالت محافظة أدخل فيها، اليوم موجودين. طبعا كل محافظة بتقدم شبابها، يعني يبقوا موجودين وبيعملوا العمل الخير الجميل ده، الحقيقة حاجة تسعد. وكمان المفروض أنتوا كمان تبقوا سعيدين جدا باللي بتعملوه، وفخورين جدا باللي بتعملوه، لأن إحنا سعداء بده وفخورين بالعمل اللي أنتوا بتعملوه التطوعي ده. شوفوا، ما تحرموش بقية شباب المحافظة وحتى الشباب الصغير والشابات الصغيرين، فهموهم ان ده جميل قوي، ان احنا كلنا نعمل حاجة حلوة لبلدنا ونشتغل عليها. شوفوا المنظر بقى عامل ازاي بيكم، شايفين المنظر بقى عامل ازاي بيكم، ونقدر نعمل اكتر من كده بكتير. متشكر جدا، مش باسمي بس، باسمي وباسم كل المصريين متشكرين، وبرضه باسم المحافظة بنشكركم. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا.